كان بيتكلم بيقول لو عملنا إحصائية جبنا فيها الوقت الضايع على مدار تاريخ الكرة المصرية في بطولة الدوري والكاس هنكتشف إن النادي الأهلي هو أكتر فريق اتحسب له وقت بدل ضايع. وفعلا لو عملنا إحصائية أنا بأكد هنلاقي النادي الأهلي هو أكتر فريق اتحسب له وقت بدل ضايع لسبب وحيد، لأن النادي الأهلي هو الفريق الوحيد في بطولتين الدوري والكاس اللي بيبدأ الفريق الآخر المنافس أيا كان اسمه مين هو بيضيع وقت معاه من بداية المباراة وبيلعب إن هدف سواء في الدوري التعادل أو إنه يطول مباراة الكأس الأكبر وقت ممكن. فبالتالي دي مش حجة على النادي الأهلي في أي حاجة، ولكن الحكمة والعبرة باستغلال الوقت بدل الضايع المكان الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه التعامل مع الوقت بدل الضايع بالشكل ده هو النادي الأهلي، شيء حصري ومستحيل الجينات دي تنتقل لأي حد. ورسالة بقى لازم نوجهها لكل الأندية بلا استثناء، اللي بتضيع وقت قدام النادي الأهلي لا، لازم تفهم أن النادي الأهلي لا يؤمن مكره، وده حتى اتقال تصريح طبعا لاعب الداخلية وقتها قاعد على دكة الاحتياط اسلام جابر. صح، نطلع نشوف اسلام جابر قال ايه ونرجع نعقب تعقيب بسيط عليه. انا كنت قاعد امبارح في المعسكر بقول لهم انا حاسس ان احنا هنكسب 2-1. انا حاسس يعني احنا حاسس احنا مركزين وكويسين فليه ما نكسبش؟ قلت فهم بيقولوا البونت كويس. قلت لهم طبعا البونت كويس من النادي الاهلي، نادي كبير. فاحنا قصيت بره في الدقيقه 85 كده فقلت لهم ان شاء الله الماتش هيخلص كده. قالوا لي لا، الاهلي بتاع الدقيقه 95 هجيب. لا والله انتوا قاعدين على الدكه كل دي حوارات على الدكه. ده ضربناك وبين مين؟ ما بين انا والاداري والدكتور. قالوا لك الاهلي بتاع الدقيقه 95 وفعلا الدقيقه 95 يعني كان قلبهم حاسس بالعياط صراحه. قالوا لي لا، لازم الحكم يصفر بنفسه عشان نصدق. ما يطمنوش لما الصفاره تطلع. قالوا لك يا اسلام الاهلي بتاع الدقيقه 95. الغريبه يا اسلام وانت كنت احد المشجعين للنادي الاهلي ما تكونش عارف ان ده روح النادي الاهلي، وان النادي الاهلي لغايه صفاره الحكم لازم تاخد بالك منه. اكيد تغيير لون التيشيرت اكيد لازم تتعلم بقى الدرس ده يا فارس. نتمنى بقى بعد ما كابتن اسلام انتقل لفريقه الجديد وعرف النصيحه دي ينقلها لزمايله ان النادي الاهلي حاسب معاه في الوقت بدل الضايع. بالظبط كده، ودي كانت اخر فقرتنا النهارده. انتظروا الفقره الجايه عشان هيكون فيها كلام كبير جدا. فاصل ونرجع.